لقاؤنا الآن مع الأستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار. موقف حزب المصريين الأحرار النهاردة من الانسحاب، وكان يعني وقت حتى انعقاد الجمعية التأسيسية كان متواجد خارج الجمعية التأسيسية وسط الناس بيعترض، موقفه ده، لو اتكلمنا عن الموقف ده، هل هو موقف حزبي؟ هل موقف لأنه أقلية؟ هل موقف لأن التيار الإسلامي هو الأغلب في الموضوع؟ طيب، هو اولا انه احنا من البدايه ايام موضوع تشكيل الجمعيه التاسيسيه وما طرحها كان موقفنا واضح وصريح، ان احنا شايفين انه يجب ان يكون المعيار الرئيسي لاعضاء الجمعيه هو معيار الكفاءه ومعيار الاهليه، وليس معيار وجوده داخل البرلمان او انتمائه لحزب من الاحزاب. وبالتالي احنا كنا معترضين على نسبة 50% من داخل البرلمان، لان احنا كنا شايفين ان هي هتعبر عن مسألة توازنات الاحزاب او اوزان الاحزاب داخل البرلمان، وبالتالي خرجت من حيز الاهلية والكفاءة الى حيز التحزب، وده خطر على الدستور. وبالتالي احنا لما كنا واقفين في يوم انعقاد الجمعية التأسيسية او انتخاب الجمعية التأسيسية احنا كنا بنعبر وبنأكد على الموقف ده. فدي نقطة واحد. نقطة اتنين، احنا شاركنا داخل الجمعية التأسيسية وفي اعمالها رغم دعوات الكثيرين للمقاطعة. نحن كنا شايفين انه يجب المشاركه، لانه حتى لا ياتي احد يقول لك انتوا والله غبتم عن الساحه وانتم خرجتم من المشهد فاحنا تشكلت الجمعيه بالشكل ده. احنا اثرنا المشاركه عشان اذا كان هنالك نوايا غير طيبه كما ظهرت انها تفضح. واعتقد ان احنا لو ما كناش شاركنا في الاعمال التحضيريه للجمعيه التاسيسيه لم يكن سيخرج هذا الشكل المفضوح للجمعيه التاسيسيه والتشكيله المشوهه للجمعيه التاسيسيه. وبالتالي ده موقفنا النهارده. احنا كان موقفنا من اللحظه الاولى قلنا انه احنا قدام خيار من اثنين عندما ندخل الجمعيه التاسيسيه، انه اذا راينا ان الجمعيه التاسيسيه منذ اللحظه الاولى فيها تشكيل مشوه او غلب التيار على التيار سننسحب، او حتى بعد الدخول وبدء اعمال الجمعيه التاسيسيه اذا كان هنالك اي مساس بمقاومه الدوله الاساسيه، مدنيه الدوله، المواطنه، الحريه بصفه عامه، سننسحب. لما لقينا ان الجمعيه التاسيسيه تم تشكيلها بهذا الكيان المشوه، اشخاص غير معروفين لاحد، وحتى المعروفين منهم منتمين للتيار الاسلامي سواء تنظيميا او سواء فكريا او سواء تعاطفا على الاقل لمواقف سابقه، بالتالي احنا شفنا ان منطق الغلبة والهيمنة هو الكيان السائد وليس منطق الأهلية والكفاءة. إزاي دستور مصر يتحط وفي رموز مصرية غير موجودة، سواء فقهاء دستوريين أو سواء مفكرين كبار أو حتى رموز شبابية، وبناء عليه قررنا مع مجموعة من الأحزاب الأخرى ومجموعة من الشخصيات المستقلة أنه أكبر تعبير وأكبر رد على هذه المهزلة التي حدثت انسحاب، تعبيرا عن موقف واضح وصريح، موقف للتاريخ أولا، وموقف كوسيلة ضغط أولية على الجمعية التأسيسية الحالية، لأن الجمعية التأسيسية بصيغتها الحالية يجب أن تسقط ولا يجب أن تستمر بأي حال من الأحوال. أستاذ أحمد، لو تكلمنا، يعني هناك الآن أزمة داخل الجمعية التأسيسية وخارجها، رؤية حزب المصريين الأحرار للخروج من هذه الأزمة؟ بص، رؤيتنا انه يجب بشكل واضح وصريح اذا كان هنالك لجنه لطرع الدستور، اولا لا يجب ان يكون منطق الغلبه والهيمنه هو المسيطر على تشكيلها. اثنين، تشكيل جمعيه تاسيسيه بالصياغه الحاليه اللي موجوده لا يمكن ان تنتج دستورا الا دستور مشوها، وبالتالي اي حل يكمن في اعاده تغيير واعاده هيكله هذه الجمعيه التاسيسيه مره اخرى، بحيث انها تضم بشكل واضح وصريح مختلف التيارات المجتمعيه ومختلف التيارات السياسيه. من يقوم باعاده هذه الهيكله؟ والله هذا مسار نقاش ما بين القوى السياسيه الان، لسه مش بندور على مخرج لهذه الازمه، لكن الذي يجب ان يعرفه الجميع ان الذي اوصلنا للازمه للاسف هو التيار الديني بقياده جماعه الاخوان المسلمين، وفي تقييمي قبلهم كمان المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لان هو الذي اصر منذ اللحظه الاولى على الانفراد مع جماعه الاخوان المسلمين بوضع المسار التي سوف تسير في البلاد. واعتقد احنا واصلين للازمه الحاليه هي جراء اتفاقات غير معلنه، ومنطق الصراعات هو اصبح سائد في الفتره الحاليه. لقاؤنا الان مع الاستاذ ياسر القاضي النائب في مجلس الشعب الذي تم تعيينه في مجلس الشعب بناء على عن مجموعة طلبات قدمت للمجلس العسكري من ميدان التحرير كما يقول، فتم تعيينه داخل مجلس الشعب وهو ذو خلفية سلفية. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ ياسر، يعني وجودك النهاردة وتقديم أستاذ جمال فهمي لحضرتك ربما يعني جعلت العيون تشخص لترى يعني من يأتي في هذا الموقف ويرفض لجنة الدستور، اللجنة التي ستؤسس الدستور وهو ذو خلفية سلفية. اولا انا بدخولي البرلمان طبعا بقسم قسم ان ارعى مصالح الشعب والوطن وان احافظ على القانون والدستور، فانا باتجاهي ده حسيت ان انا ما حنستش بالقسم، لان مراعاه لشعب مصر احنا داخلين على مرحله خطره جدا بتمر على هذا البلد، وهو انهيار دستوري. من الممكن ان نتعرض لانهيار دستوري، مرحله فيها السلطات بتتنازع بطريقه عبر وسائل الاعلام، مرحلة خطرة جدا، يجب
أن يجب على عقلاء وحكماء هذا البلد أن يهبوا لإنقاذ هذا البلد مما نحن فيه. الأخوان المسلمين فئة شديدة التسييس شديدة الذكاء، ولكن في الفترة الماضية فقدت الكثير من هذا التسييس ومن هذا الذكاء، فعليها أن تسترد هذا بأقصر سرعة لاحتواء كل أطياف ومكونات الشعب المصري. لو تكلمنا معك يا أستاذ ياسر، وأنت ذو مرجعية سلفية، ألم تتحدث إلى حزب النور وإلى بعض النواب عما حدث في هذه الخيارات؟ والله أنا أتشرف بانتمائي للمرجعية السلفية، بس أنا أقول لحضرتك أنا لا أسير بمبدأ القطيع، ولكن لي اتصالات كثيرة ببعض الأصدقاء من حزب النور، ويوجد بهم بعض الأشخاص المعترضين ونفس الموقف، بس المواقف يعني في ناس بتصعد موقف وفي ناس ما بتصعدش، إنما أنا بؤكد لك إن في الجماعة الإسلامية متخذين نفس الموقف، وفي حزب النور ناس متخذين نفس الموقف. يعني عندما هل تواصلت مع بعض الأعضاء من حزب النور والجماعة الإسلامية قبل أن يحدث ما حدث ويتم اتخاذ موقف أكثر وضوحا من مما حدث؟ والله مناقشات غير رسمية، يعني مناقشات بالفعل غير رسمية، ولكن أنا أعلنت مسبقا إن هي مش مشكلة النسبة، لأن مش النسبة ديت ممكن تيجي كل الأعضاء من خارج البرلمان 100 شخص، بس مين اللي هينتخبهم؟ برضو الحرية والعدالة والنور. ده في موقف يجب أن يحتوي فيه القوي أو يحتوي فيه الأكبر الأصغر. كان يجب على الأخوان المسلمين الاحتواء، وخاصة أننا متأكد أن احنا لو جبنا عتاة العلمانيين سوف يراعوا الهوية الإسلامية، لأننا احنا بلد إسلامي، فلن يستطيعوا أن احنا نبتعد كثيرا عن الهوية الإسلامية. كانوا يضعوا الهوية الإسلامية في الدستور، وكل ما خلاف ذلك قد اتفقنا عليه مسبقا، سواء في وثيقة الأزهر، سواء في عشرات الوثائق التي قدمت قبل ذلك. حضرتك كيف ترى الخروج من هذه الأزمة؟ والله أرى الخروج ينبغي على المجلس العسكري، لأن أنا بعتقد المجلس العسكري هو أدخلنا في هذه المرحلة الخطرة، أدخلنا في اتجاهات إجبارية مغلقة. يجب أن عليه أولا أن يحسم هذا الشق بإعلان دستوري مصغر، من الممكن أن يراعى فيه كل أطياف المجتمع، لأن أنا بقول لحضرتك الخلاف خلاف سطحي، أنا متأكد أن الجوهر الجميع سوف يتقف على دستور واحد. مسؤولية في اللحظات الصعبة تجاه من انتخبه وتجاه الوطن ككل كنائب للشعب، وانا قلت انها في لحظه فارقه وانا اريد المشوره، فعدت الى من انتخبني وعدت الى يعني من اراد المشاركه في استطلاع الراي، والراي كان 55% مع الاستمرار و35% كانوا مع الانسحاب. في هذه اللحظه وامام وجود طيارين، وحتى وان كانت جاءت الاغلبيه كاسحه في اي من الاتجاهين، أنت تستطلع الرأي وتطلب المشورة ثم تحكم ضميرك، وأنا ضميري وبعد قراءة متناهية، وما خدتش موقف انفعالي، أنا ما انسحبتش يوم السبت، أنا أعلنت انسحابي بالأمس يوم الاثنين، درست التشكيل النهائي لم أخذ موقفا انفعاليا، لقيت أن معايير الكفاءة تم تغييبها، معايير التمثيل المتوازن غائبة، قلت بوضوح شديد لمن انتخبني ورجعت ليهم، قلت انا يأبى علي ضميري ان انا اقبل ان انا اكون في جمعيه تاسيسيه بهذا التشكيل. استاذة منى مكرم عبيد، يعني انسحابك من هذه اللجنة اعتراضا عن ماذا؟ اعتراضا عن عدم التوازن، خاصة عدم التوازن هو ده اللي وصلنا لهذه النتيجة، وبالتالي احنا طلبنا ان يعاد النظر في المادة 60 من الاعلان الدستوري، عشان هو اللي عامل كل المشاكل والضبابية دي، على اساس ان مش محددين دور البرلمان في اختيار ولا في اختيار ولا في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية. ثم في قطاعات كثيرة مش ممثلة، يعني مثلا أهل النوبة، أهل سيناء، ما فيش توازن بين الجهات الجغرافية والمهنية، كل ده بيخلي المهمة المنوط بها ان احنا نقوم بها مستحيلة. ولذلك كنا طلبنا، وانا هقرا لك طلبنا ايه. اولا عايز اقول لك ان الانسحاب اليوم من لجنة الدستور ليست انسحابا من المعركة ولا تركا لكتابة الدستور، بل احتجاجا على عدم التوازن في الاختيارات، ونحن سنسعى في اي موقع هنكون فيه
إلى العمل على دستور محترم يحترم التنوع، يحترم الثراء الحضاري والثقافي، كما عبرت عنه وثيقة الأزهر وأنا شاركت فيها في بيت العيلة، عبرت عنه خير تعبير الحقيقة. وأنا طلبت أن تكون وثيقة الأزهر في لب الدستور. حضرتك الحديث عن الأغلبية وأنها التي أتت بالمئة، حضرتك أيضا تم انتخابك من قبل الأغلبية أو من قبل الأغلبية داخل كده. أنا قلت مع احترامي وتقديري لجميع اللي انتخبوني، فأنا ما بنكرش إن هم اللي انتخبوني. أنا لغاية امبارح، لغاية ما شفت القائمة كلها، كنت مصرة على الاستمرار، وكنت مصرة على دخول هذه المعركة وأشارك. ده كان شرف عظيم بالنسبة لي إن أشارك في لجنة تأسيس دستور وطني. ولكن لما شفت عدم التوازن اللي موجود واستئثار برضو جهة معينة بالأغلبية، فده مرفوض من الكل. حضرتك يعني هل ترى أن الخروج من هذه الأزمة يأتي على يد المجلس العسكري؟ المجلس العسكري مسؤول إلى حد ما، هو مش مسؤول من الأزمة دلوقتي، مسؤول إن ساب الإعلان الدستوري بالمادة المعيبة دي اللي هي المادة 60، مادة ضبابية، مادة مش عارفين لها معايير ولا تحديد مهام إلى آخره. فنريد منه إن بنطالب، مش بس نريد، بنطالب إعادة النظر في هذه المادة. سؤال أخير، هل ترى أن من الممكن أن يحدث توافق مرة أخرى بين القوى السياسية في مصر، أم أن الأمر أصبح على المحك وهناك انفصال تام بين القوى بعضها ببعض؟ لا ممكن أوي نوصل لعمل توافقي، لأن الإخوان المسلمين أيضا واعيين بهذه اللحظة الحرجة من تاريخ مصر، وأنا متأكدة أن هيعملوا على الوصول إلى صيغة توافقية في كتابة الدستور. انسحاب حضرتك من الجمعية التأسيسية أكيد لوجود أخطاء، ما هي هذه الأخطاء التي جعلتك تأخذ هذا القرار؟ أنا طبعا أعتقد أنه الجمعية التأسيسية أمر أهم في تاريخ البلد، ويجب أنه الواحد يديله كل احترام وكل تقدير وكل اهتمام. إنما لأنه المهمة كبيرة في مستقبل البلد، انت بتتكلمش في حاجة من الأشياء اللي كل سنة بتتغير أو كل سنتين، ده كل عدة أجيال ربما قرن، فينبغي أن يعد له أحسن إعداد، أحسن إعداد بحيث أنه يجمع عقول مصر. مش ممكن تجمع كل عقول مصر، إنما على الأقل أكبر نسبة من العقول المشهود لها بالعلم في القانون الدستوري، في نظرية القانون، في فلسفة القانون، في العلاقات الدولية، في النظم السياسية، في الاقتصاد، في التاريخ، في معرفة ما يحدث في مستقبل العالم. انت بتعملش وثيقة علشان تعيش معانا سنة أو سنتين، دي بتضع أساس العلاقات، النظام السياسي. فأنا أعتقد كانت تستحق أكثر من هذا من العناية في الاختيار. وأعتقد أن مصر فيها من الأسماء أفضل بكثير مما شفناه. طب أستاذ حازم بلاوي، حضرتك كيف ترى يعني إن مشى قطار الجمعية التأسيسية كما يسير الآن، كيف ترى الدستور؟ الدستور ما هواش عبارة عن وثيقة تأخذها بموافقة، ما لم تتمتع بقبول الناس واحترامهم بها وثقتهم فيها لن تعيش. ولنا تجربة، عمل دستور سنة 23 وعملته لجنة من لجنة 30 اختيرت من الحكومة وكانت بعيدة عن الشعب، لكن اختارت أفضل الناس، فخرج دستور الشعب تمسك به. حزب الأغلبية في ذلك الوقت الذي لم يدخل في إعداد الدستور لكن عد من كبار رجال القانون في مصر، اعتبر هو المدافع وعاش الدستور. ألغي الدستور وجاء دستور صدقي باشا سنة 30 على غير رغبة الشعب، حصل فيه إيه؟ قعد 3-4 سنين وانتهى. فالدستور مش مسألة تنجح في إنك تمشي وثيقة
الدستور إذا لم يملك ثقة الناس ووجدانهم وإنهم يتعاطفوا معاه ويتلائموا معاه ويعترفوا إنهم لن يعيش. فمش مسألة إنها شطارة، دي حاجة لابد إنه الناتج إذا لم يشعر الناس إنه ده اللي بيعبر عن طموحهم عن أملهم عن مستقبلهم حتى لو عدى ومشي ولا قيمة له. لو تحدثنا عن من المسؤول عن هذه الأزمة وكيفية الخروج منها؟ ما أعرفش من المسؤول، يعني الإجازة السياسية أنا كل اللي أعرفه أني أنا شعرت بتشريف بأن أنا اسمي موجود، لكن لما لقيت الشكل اللي مكونة به لقيت مش ده اللي تستحقه مصر. أستاذ ناصر أمين، يعني دعنا نتحدث عن بعد هذا اليوم، هناك أزمة تحدث الآن داخل مصر حول اللجنة التأسيسية وانسحاب عدد كبير سواء أعضاء في البرلمان أو خارج البرلمان، كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ يعني أنا بتصور أنه علينا أن نوصف الوضع حتى نستطيع أن نضع حلولا للخروج بالأزمة. ما حدث هو انقلاب برلماني على النظام السياسي في مصر، وهذا أمر مخيف خاصة بعد ثورة مصرية قامت من أجل وضع دستور لمصر كلها ولكل المصريين وليس للقوى السياسية محددة. وبالتالي الخروج من هذه الأزمة لا يوجد وسيلة أخرى غير أمرين، إما قرارا شجاعا يصدر من البرلمان المصري بغرفتيه مجلس الشعب والشورى بالتراجع عن هذه الجمعية التأسيسية ووضع معايير جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية وأيضا تشكيل جمعية على أسس أكثر موضوعية وأكثر احتراما، هذا الحل الأول، وهذا يتطلب شجاعة شديدة جدا من أحزاب الأغلبية بالتحديد حزب الحرية والعدالة وحزب النور. والحل الثاني هو حل قد يأتي إلينا من السماء عبر حكما قضائيا يصدر من محكمة القضاء الإداري أو من المحكمة الدستورية يقضي وضوحا ببطلان إجراءات تأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مصر، ومن ثم يعاد الأمر مرة أخرى إلى مجلس الشعب والبرلمان. وأتصور في هذه الحالة يمكن أن نخرج من هذا النفق المظلم والمخيف الذي قد يهدد مستقبل هذه البلاد بشكل كبير. رأيك أستاذ ناصر، يعني هناك بعض المطالبات خرجت من داخل المؤتمر الصحفي تطالب بتدخل المجلس العسكري لتعديل المادة 60 وإعلان دستوري جديد يضبط العملية، رأيك في هذه المطالبات؟ يعني ما حدث هو أحد أخطاء المجلس العسكري، يعني ما يحدث الآن هو أحد أخطاء المجلس العسكري وأحد أخطاء من صاغوا الإعلان الدستوري أو من وضعوا الإعلان الدستوري واستفتوا الشعب المصري عليه، وعلى المجلس العسكري أن يدفع ثمن هذا الخطأ. وتقديري أن المجلس العسكري يدفع ثمن هذا الخطأ بأنه يجب عليه أن يتدخل الآن وفورا بعمل إعلان دستوري جديد أو مادة جديدة في الإعلان الدستوري تضع معايير الاختيار، لأن هذا الإجراء هو إجراء تأخر كثيرا من المجلس العسكري، كان يجب أن يتم قبل تشكيل مجلس الشعب، وحتى هذه اللحظة ما زال متاح لدى المجلس العسكري أن يضع مادة في الإعلان الدستوري تقضي بوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية حتى يحمي المجلس العسكري بصفته رئيسا للجمهورية البلاد من مغبة أي صراع سياسي. ألا ترى أن هناك تناقض بين من يرفض الحكم العسكري ويطالب بإسقاط حكم العسكر وفي نفس الوقت يطلب منه تدخل الآن لإعلان إخراج إعلان دستوري لتعديل المادة 60؟ لا توجد أي علاقة ما بين الرغبة في إسقاط حكم العسكر أو إبعاد العسكر عن العمل السياسي وما بين أن يقوم العسكر بمهامه الدستورية وفقا للإعلان الدستوري بعد الثورة المصرية. ما نطلبه هو أن المجلس العسكري عليه أن يتدخل بوضع مادة لها علاقة بوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية، وهذا ليس له علاقة على الإطلاق بالرغبة في استمرار الحكم العسكر. جميعا نحن ضد الحكم العسكر، جميعا نحن ضد فكرة أن يحكم مصر المجلس الأعلى للقوى. ألا يعتبر هذه الأزمة مادة ربما تجعل أن الفترة الانتقالية يتم إمدادها أكثر من 30 يونيو المقبل؟ يعني أنا بتصور إنه يعني ما يحدث الآن هو عودة مرة أخرى إلى مصداقية مطلب الثوار المصريين عندما طالبوا بالدستور أولا، وبالتالي التوقف الآن والتفكير في الأمر ماليا ثم اتخاذ خطوات حتى لو كانت متراجعة أفضل 100,000 مرة من المضي قدما في خطوات خاطئة قد تؤدي بالبلاد إلى حالة من حالات الفوضى. أستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، موقفكم اليوم من الانسحاب من الجمعية التأسيسية، يعني هذه الأزمة التي تحدث الآن الأزمة الدستورية، كيفية الخروج منها؟ الخروج منها أن نصحح الأخطاء وأن نتفق على معايير اختيار جمعية تأسيسية
التي يجب أن تعبر عن كل أطراف المجتمع دون تمييز، وألا تسمح لأي تيار أن يكون صاحب غلبة في حسم الدستور لحسابه، وبمعنى أنه ما يكونش داخل 151 عضو يصوتوا لصالح انتمائهم الحزبي فيحسموا الدستور لصالحه، فيبقى كده ما عملناش حاجة، وكده ما بقاش دستور، كده يبقى مشروع قانون، يبقى كده رؤية سياسية، لكن الدستور حاجة تانية مختلفة، لازم تبقى معبر عن كل الناس. سامح، من المسؤول عن هذه الأزمة؟ عدم تفسير المادة 60 والإعلان الدستوري الموضوع يسمح بمثل هذا الذي حدث من افتعال لتفسيره وتفسيره بشكل خاص، وكل صاحب يعني البرلمان أو أعضاء البرلمان أصحاب الغلبة فيه من حقهم أن يبحثوا عن وسيلة لتفسير النص لصالحهم ما دام الأمر ما هوش واضح ومحسوم بشكل بنص صريح. لذلك احنا بنطالب المجلس العسكري أن يوضح رؤيته من المادة 60. المادة 60 وضحت اهي، طبقوها، هل هذا هو الذي كان يقصده المجلس العسكري من وضع المادة 60 ولا لا؟ أنا بقول لا، ما يقصدش، مش هو ده اللي كان بيسعى إليه المجلس العسكري. عليه أن يستصدر إضافة دستورية جديدة تضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية ويعاد النظر في التشكيل من أول وجديد. ألا ترى أن هذا الأمر قد يطول الفترة الانتقالية؟ أبداً، الإعلان ده محتاج يوم واحد ويطبق من اليوم التالي، والمسألة مش محتاجة لوغاريتم. لقاؤنا الآن مع الأستاذ إيهاب عزيز الناشط القبطي، يعني رؤيتك للجنة التي ستؤسس الدستور ومدى اعتراض حركة عليه؟ اعتراض كامل كلي وجزئي في الواقع. هذه اللجنة لا تعبر عن أطياف الشعب المصري المختلف، هذه اللجنة تعبر عن تيار الإسلام السياسي فقط، وقد تم مجاملة بعض الأطياف الأخرى يعني بإدراج بعض الأسماء على سبيل المجاملة وعلى سبيل يعني عدم التساؤل المستقبلي، لكن هذه اللجنة لا تعبر عن مصر بأي شكل من الأشكال. هذه محاولة للسطو على يعني مستقبل أجيال الشعب المصري بوجود دستور لا يعبر عن أطياف الشعب المصري. الأقباط جاءوا من 6 أفراد، منهم نائب رئيس الحزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمون، كيف يحسب هذا على الأقباط؟ طبعا هذا عبث. أيضا بعض الأسماء الأخرى وجدت في الأسماء التي سوف تعبر عن الأقباط، أعتقد لها يعني أشك أنها تحمل الهم القبطي وتدريه بداخلها كما يدريه الآخرون. الشعب القبطي قادر أنه يجود بأسماء تعبر عن حجمه ونوعية مشاكله، وهذا لم يتم يعني اللجوء إليه. النقطة الثانية أن الأقباط عددهم ما بين 18% و20% من تعداد الشعب المصري حسب تعداد الكنيسة، وليست 6% حسب ما يردد البعض أو بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر غير دقيقة الحقيقة، يعني أقل تعبير يذكر. الأقباط 18-20% هم حوالي 15 مليون مصري، فيعني يجب أن يمثلوا بما لا يقل عن 15% من اللجنة، ويراعى معيار التنوع والكفاءة مما لا شك فيه. هناك كفاءات جميلة جدا موجودة في يعني مصر وخارج مصر من المصريين، يجب الاستعانة بها في إبداء آرائهم. يعني المصريين في الخارج هم مشوا أيضا، يكفي أن احنا نعرف أن ثالث أكبر مصدر دخل لمصر بعد قناة السويس والسياحة هو تحويلات المصريين في الخارج. في رأيك لماذا لم يعني الأقباط الموجودين في اللجنة التأسيسية لماذا لم ينسحبوا جميعا من هذه اللجنة؟ أنا أعتقد أن هم انسحبوا جميعا، يمكن في اسم على حد علمي هو لم ينسحب، لكن لا أدري من لم ينسحب حتى تاريخه. يعني معلوماتي يعني حسب هذا التوقيت من اليوم أن الكل قد انسحب، فأعتقد يعني لا يوجد أي أسماء تبقت في اللجنة. وفي الواقع أنا عايز يمكن أكون دقيق وأمين وأقول أن من تبقوا ينظرون حولهم الآن ليجدوا اللجنة كما أسست خاوية. التيار المدني والتيار المصري والوطني انسحب بالكامل، فيعني لازم ياخدوا ليهم موقف، يا إما هيختاروا مصر ومصلحة مصر وأجيال القادمة، يا إما هيختاروا الانتماء الديني والصبغة الضيقة الدينية. قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتمع المعارضون على هذه الجمعية والمنسحبون أيضا من هذه الجمعية ليعلنوا في نقابة الصحفيين عن موقفهم وعن اعتراضهم والمطالبة بتصحيح المسار في الفترة المقبلة لبناء دستور يعبر عن كل المصريين. مجاهد شرارة، الجزيرة، مباشر مصر.